أعلنت القوات العراقية استعادة سيطرته على موقع استراتيجي غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال قائد شرطة محافظة الأنبار إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من استرجاع منطقة 7 كيلو ذات الأهمية الاستراتيجية، وأوضح أن أهمية المنطقة تكمن في موقعها الرابط بين الرمادي والمناطق الغربية عبر الطريق الدولي السريع، وهو ما يمكن القوات العراقية من قطع خطوط إمداد التنظيم.